بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد، مقاطع تعلم مع جمال. طبعا وردتني كثير من الأسئلة والشكاوي بخصوص مثلا عمل الكمبرسر، وأحيانا مثلا الكمبرسر هذا يشتغل لفترة معينة وبعدين يفصل، على الرغم من وجود مثلا الغاز، على الرغم من نظافة الوحدة، على الرغم من أمور كثيرة جيدة في النظام. ولكن طبعا الاشخاص، معظم الاشخاص اللي تواصلون معي تقريبا من تقريبا العراق الحبيبة او من دول فيها مشكلة في الكهرباء. طبعا راح اليوم ان شاء الله اوضح لكم معلومة مهمة يجب انكم تفهمونها. اي كمبرسر في الداتا شيت راح تحصل الفولتج هذا من 220، والفريكونسي، وايضا فولتج اذا كان مثلا، او الجهد اذا كان 220 والفريكونسي كانت 50. وبالتالي راح تكون عندك مثلا بعض الارقام اللي راح تتغير في حالة مثلا كانت الفريكونسي اللي هو التردد 60، راح يعطينا مثلا تبريد بهالقيمة، وايضا راح يكون استهلاك الكهرباء بهالقيمة. وايضا تشوفون ان 50 اذا قل التردد راح مثلا يقل التبريد، ومنها راح يقل الاستهلاك. ليش مهم ان نحن نركز هذه الامور؟ هذا المكيف طبعا يقول لك انه تيستد، هنا مكتوب، خلنا نشوف وين مكتوب. مش مكتوب تيستد 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 تيستد، كان مكتوب تيستد فريكونسي تيستد فولتج، ما ادري وين موجود. اي هذا موجود، سوري الحين انتبهت له. هذا تيستد فولت. طبعا هذه الارقام ارقام راح مثلا يعمل فيها الضاغط هذا، الضاغط هذا راح يعمل في حدود الكهرباء من 220 وفوق. يعني اذا كانت عندك الكهرباء 220 230 240 راح تكون الامور هذه طيبة والارقام هذه جيدة بالنسبة للكمبرسر. لكن اذا انخفضت الكهرباء، قلت عن 220 وصلت مثلا 210 200 فولت 180، راح تأثر مثلا على هذه الأرقام، وبالتالي راح تتغير عندك أمور كثيرة. طبعا هني عندنا واضح الكهرباء في مثلا القدرة أو الطاقة. القانون هذا شو يقول لك؟ يقول لك الواط، إذا كان عندك مثلا الواط وعندك ما عندك الأمبير وعندك الفولتج، راح ممكن تتمكن في معرفة الأمبير. خلنا نشوف مثلا اذا كان عندنا المفروض يعني يكون الوات في هذا الجهاز ثابت اللي هو 1275، راح نكتبه هني مثلا 1275، اوكي. وعندنا الفولتج مثلا متغير، الفولتج هذا متغير، احيانا مثلا 240 واحيانا 220 واحيانا ممكن نقول 210 او 200. راح نشوف مثلا تأثير هذه الأرقام على الأمبير، راح نشوف التغير في الأمبير مقارنة مع المفروض مثلا الطاقة اللي راح يستهلكها هذا الأمبير راح تكون سوري الكمبرسر راح تكون ثابتة. راح نعمل بعض الحسابات، راح نقسم ال 1275 على ال 240، وبعدين راح نقسمها أيضا على ال 220، وبعدين راح نقسمها على 210 و200، وراح نشاهد أو راح نتعرف على التغير في الامبير اللي راح يحدث معنا. راح نحط الرقم هذا الواط 1275 تقسيم الكهرباء او الجهد 240، راح نشوف كم يعطينا. راح يعطينا 5.3 اللي هو 5.3، راح نكتبها هني 5.3. هذا راح يعطينا الامبير اللي راح يستهلكه هذا الكمبرسر في حالة مثلا ثبات القدرة أو الاستهلاك على الفولتج. هذا راح يكون ثابت. وأيضا راح نعمل نفس الإجراءات، راح نقسم ال 1200 على ال 220، راح أكتب لكم الأرقام إن شاء الله. طبعا تلاحظون أن الأرقام عندنا تغيرت في حالة مثلا انخفاض الكهرباء الداخلة للكمبرسر هذا. طبعا هذا الكمبرسر المفروض طبعا ياخذ 5 مثلا 0.3 امبير او يستهلك 5.3 امبير. في حاله انخفاض مثلا الكهرباء راح مثلا تزيد
او يزيد الامبير او التيار، وبالتالي في حالة انخفاض الكهرباء راح يعوض انخفاض هذا الجهد او الكهرباء بارتفاع الامبير، ومنها ارتفاع هذا الامبير راح مثلا تشوفون الفرق من 5.3 الى 6.4، يعني عندنا هني فرق 1 امبير، ومنها هذا الضغط قد ترتفع حرارته، وبعد فترة يعني من دخول هذه الكهرباء او عدم ثباتها، ومنها راح يفصل المنظومة. لذلك يا اخواني من المهم جدا ثبات الكهرباء، اعيد واكرر، من المهم جدا ثبات الكهرباء. تلاحظون هذا الصندوق الكهرباء داخل النظام 237، اللهم لك الحمد، عندنا في الامارات يعني الامور طيبة. اذا نزلت ممكن تنزل 230، ما بين 240، يعني الامور ثابتة، وبالتالي المنظومة كلها او الاجهزة التي تعمل على هذا الفولت راح تعمل بكل اريحية، وراح تستهلك الامبير المحتاج او تحتاج له، وما ترتفع حرارتها. يعني لهذا السبب اذا كان عندك مشكلة في الكهرباء راح تأثر على المنظومة كامل، لا تحاول تبحث على شيء اخر. اذا ما في نقص غاز، ما في مثلا تكون او تراكم اوساخ في المنظومة الداخلية او الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية كانت نظيفة، راح تكون المشكلة الرئيسية عندك اللي تسبب مثلا في ارتفاع حرارة الكمبرسر وفصل المنظومة اللي هي عدم ثبات الامبير، او سوري عدم ثبات الكهرباء. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جماعة. شكرا جزيلا.